البداية تم بالتأكيد بشكر مركز حرمون والقائمين على تنظيم المؤتمر الثالث للباحثين السوريين. راح أقوم باستعراض سريع للبحث حول موضوع العنف في حي الزهراء منذ العام 2011. راح أركز على ثلاث عناصر أساسية اللي هي السياقات والجهات الفاعلة والمتواليات. المتواليات صفية الطابع التصاعدي للعنف، عمليات التجيش والتحشيد اللي رافقت هذا هاي العمليه التصاعديه. بدي انطلق من الاشاره اللي انطلق منها السيد الدكتور حمزه بما يخص خصوصيه مدينه حمص بسياق الثوره السوريه. حي الزهره هو حي حمص يقع على باقصى شرق حمص، شرق مقبره الكتيب وشرق باب تدمر، بمعنى أنه هو نشأ خارج، هو بيمثل واحد النماذج التوسعات العمرانية العشوائية التي نشأت في منتصف القرن العشرين نتيجة مجموعة من العوامل المتمثلة، أولا بظاهرة الهجرة من الريف إلى المدينة، عوامل اقتصادية ثانية حيث كانت البقعة اللي نشأ فيها الحي هي موطئ قدم بالنسبة للمنتجين الزراعيين من الريف الشرقي لمدينة حمص اللي كانوا بالبداية يجوا يمضوا فترة من الوقت قبل ما يتمكنوا من تسويق منتجاتهم الزراعية لأسواق مدينة حمص. بالإضافة إلى مجموعة عوامل ثانية إلى علاقة مثلا بالثورة الفلاحية اللي نشأت في منطقة الغاب في منتصف كمان القرن الماضي، اللي شكلت كمان مجموعة هجرة أساسية تمركزت واستقرت بهذه المنطقة. بالحقيقة خلال بهذا السياق خلال البحث هو تقسم لفصلين أساسيين. بالفصل الأول عالجت قمت في عملية دراسة تاريخية اجتماعية لنشأة للظروف التاريخية والاقتصادية والاجتماعية لنشأة الحي. بهذا السياق حاولت أني أبرز العديد من العناصر السوسيوميكانية اللي لعبت دور أساسي وبرزت من بعد عام 2011. استطعت أني أرصد التغيرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية والعوامل التي أدت إلى التغيرات ليأخذ الحي طابعه بوصفه حي علوي. على سبيل المثال استطعت أني أربط ما بين الطفرة الديمغرافية نسمعك دكتور. الطفرة الديموغرافية اللي حدثت بمدينة حمص خلال فترة الثمانينات ونشوء مجموعة من الكليات العسكرية، اللي أمر اللي خلانا كمان نفهم بروز النشاط العسكري كأحد الفعاليات الاقتصادية اللي نشأت بهذا الحي. بالحقيقة وحدة كمان من الملاحظات اللي أثارت اهتمامي خلال هذا السياق هو الذاكرة الغائمة عند سكان الحي وعند السوريين عموما لحقبة التسعينات وللأحداث، علما أن الملاحظة البسيطة ممكن أن تفردينا أن النظام السوري خلال حقبة التسعينات قدر أن يأسس لنظام الهيمني والخضوع بشكل حقيقي. هو تأسس نظام الهيمني والخضوع من أي أنه تحول النظام السوري من نظام عسكري إلى نظام أمني منذ حقبة الثمانينات، إلا أنه هذه سمة الخضوع والهيمني جسدت بفترة التسعينات. بالنسبة لحي الزهراء ومدينة حمص بشكل عام، شكلت حقبة الحقبة الممتدة من عام 2000 لعام 2011 فترة إشكالية نتيجة السياسات الاقتصادية والعمرانية اللي انتهج النظام ممثلة بمحافظ حمص محمد إياد غزال، واللي من خلال حلم حمص واللي كان تعرف عند السوريين بشكل عام بتسميته كابوس حمص. الفصل الثاني من البحث واللي هو ركز على سياقات العنف ما بعد العام 2011، خلال هذا تم تأسيس وبناء هذا الفصل من الدراسي بالاعتماد على المقابلات وبناء فئة معيارية استطعت من خلالها أني أرصد مجموعة من حوادث العنف اللي صارت
في اللي كان جزء حي الزهراء مسرح لها خلال هاي الفترة. بالحقيقة بهذا السياق في مجموعة أسئلة برزت خلال عملية التواصل مع سكان حي الزهراء أو الأشخاص الآخرين اللي شهدوا مجموعة من الأحداث صارت في مدينة حمص مرتبطة بحي الزهراء، حول إمكانية التوثيق والتأكد من مجموعة من الروايات اللي ممكن أن يتم تداولها على نطاق واسع ما بين سكان الحي. بالحقيقة لمعالجة هذه الإشكالية أنا اتبعت استراتيجيتين أساسيات. الدرجة الأولى قمت بمقاطعة بتحليل المقابلات ومقاطعة المعطيات اللي قدمها هذه المقابلات من أجل التأكد من مدى مصداقية المعلومات اللي عم يتم سردها في هذا السياق، بالإضافة إلى مقارنتها مع مجموعة من التقارير الصحفية والإعلامية والحقوقية. في جزء ثاني، في جزء من السرديات اللي استخدموها الشهود في روي مجموعة من التفاصيل المتعلقة بأحداث صارت بحي الزهراء، اعتبرت أنه حتى المبالغة والكذب وخفي مجموعة من الحقائق هو عنصر إضافي يساهم في عملية فهم السياقات العامة العامة للعنف بحي الزهراء. الحقيقة في بعد بهذا البحث هو بيتضمن جانب توثيق له علاقة بأنه قدرتنا على الانتقال من مسألة الذاكرة الجماعية وإمكانيات استثمارها وتوجيهها لمرحلة التأريخ. في بعد توثيقي بجوات البحث المتعلق بحي الزهراء له علاقة بالعمل على إعادة كتابة جملة من الأحداث حتى لا تصبح طي النسيان وحتى لا تصبح قابلة للاستثمار كأداة للتحفيز الطائفة بمرحلة لاحقة. لابد كان القيام بتدوين مجموعة من الوقائع. فعلى سبيل المثال تشكل لحظة اعتصام ساحة حمص لحظة محورية بالسياق الحمصي كلياته. بأغلب المقابلات اللي قمت فيها مع الحماصني شكلت لحظة اعتصام الساعة لحظة أساسية وجوهرية بذاكرتهم بقدرتهم على استرجاع الأحداث بهذيك الحقبة. حاولت من خلال هذا البحث أني ضيء وضوي على جوانب إضافية بهذا الحدث من خلال التأكيد على السياقات اللي رافقت هذه اللحظة. يعني بتاريخ 17 نيسان بيوم من اعتصام حمص كان في عدد كبير من الشهداء بمدينة حمص، وكان في مقتل العميد عبد الفضل التلاوي اللي استخدم النظام مقتل هذا الضابط هو وأسرته على نطاق واسع على المستوى الإعلامي كشكل من أشكال البروباغندا اللي استخدمها حتى يقدر يزرع الخوف والرعب والهلع المجتمعي جوات البيئة العلوية ومن بينها هي الزهراء. بخطوة لاحقة اشتغلت كمان بشكل أساسي على عملية تحليل اجتماعي لغوي لمجموعة المفردات اللي استخدموها الشهود اللي قابلتهم خلال عملية خلال البحث. فمثلا كان في نمط من المفردات كان يستخدموها الأشخاص اللي بينتموا لسكان الحي، مثلا استخدموا مفردات مثل أحداث أزمة. الحقيقة أخذت أنا هاي المفردات وحاولت أني أشتغل عليها وفق منهج اجتماعي لغوي من أجل بهدف استشراف الدلالات اللغوية والدور الوظيفي اللي عم تأديه هذا الاستخدام لهي المفردات. بخطوة لاحقة اشتغلت على مسألة مجموعة من الحوادث اللي صارت، مثلا حرق محلات السنة بحي الزهراء، عملية الدفع نحو التسليح، عملية بروز مجموعة من الشخصيات جوات الحي اللي كانت تأخذ سمة حماة الحي اللي شكلت بشكل أساسي ظاهرة الشبيحة. قدرت أني أربط ما بين اجتياح حي بابا عمر وبروز الدور العسكري لظاهرة الشبيحة، لأنه أنا بعتبر أنه فينا نقسم ظاهرة الشبيحة إلى طورين. طور كان الهدف منه هو بداية مؤسستهم، بداية تنظيمهم والقدرة على اجتذاب الأطراف الأكثر فعالية بيناتهم، بعدين عسكرتهم وتنظيمهم لحتى يكونوا أشخاص قادرين للقيام بالمهام
الموكلة اليوم من قبل المؤسسات الأمنية أو القطع العسكرية اللي كانوا يشتغلوا تحت. أعتقد أنه عملية اجتياح هي باب عمر كانت هي اللحظة المفصلية الأساسية لتأسيس لإبراز الدور العسكري لمجموعات الشبيحة. في خطوة لاحقة كمان ناقشت مسألة مجموعة من الأسئلة الأخلاقية والمجتمعية جوات حي الزهرة بما يتعلق مثلا بما تعرف على اسمه أسواق السنة أو مسألة التعفيش، نظرا لأنه هذا الموضوع كمان شغل حيز كبير من النقاشات جوات هاي البيئة حول مدى أخلاقيتها بين قوسين، مبرراتها، محاولة إعطاء الغطاء الشرعي مثلا اعتبارها في نقاش كان يصير أنه هل يجوز اعتبارها غنائم حرب أو لا، يعني شكل من أشكال هذا النقاش جوات قوات هاي الأوساط. أستاذ زمر، أتمنى التلخيص بدقيقتين. أوكي. إذا أجينا لحتى نلخص النوع البحث اللي أنا قمت فيه بهذا السياق، هو فينا نقول إنه هو بيتصنف تحت علم اجتماع المجموعات، اللي هو بيركز على آليات تشكيل المجموعات، كيف تأخذ شكلها وكيف ممكن إنها تشكل هاي المجموعات نمط من أنماط الاستجابي المطلوبة عن طريق مجموعة من المثيرات، مجموعة من المحفزات اللي بتؤدي إلى تعبئتها باتجاه استجابي محدد. شكراً.